بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو يتضمن حل أسئلة امتحان هذا اليوم. السؤال الأول فرعي: Find the vapor mass of NH3 which removed from the outlet valve at the top of tank until the liquid is gone for 2 kg total mass of NH3 in a rigid tank at 20 cDZ and the quality of 15%. Assume the temperature constant in this process. المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد كتلة الفيبر الخاصة بالأمونيا NH3 المزالة من التانكي عن طريق الصمام الموجود في أعلى التانكي، علما أن الكتلة الكلية هي 2 كيلوغرام للأمونيا في ريجيد تانك ودرجة الحرارة 20 سيليزي والكواليتي 15%، علما التمبرتشر تكون كونستانت in this process. في البداية نذهب إلى جداول ساتوريتد أمونيا التابل B21 عند درجة حرارة 20 سيليزي، نستخرج السبيسيفيك فوليوم VF والVFG، وبعد ذلك نستخرج السبيسيفيك فوليوم الانيشيال V1 بتطبيق معادلة الكواليتي V1 equal VF plus X في VFG ويساوي 0.075428 متر كيوبك بير كيلوغرام. بعد ذلك نجد الانيشيال فوليوم V1 equal specific فوليوم في الماس، الماس هي معطى توتال 2 فالنتيجة هي 0.15086 متر كيوبك. بما أنه تانك ريجيد إذن الـ V2 equal V1 ويساوي 0.15086 متر كيوبك. أيضا نذهب إلى جداول الـ Saturated Ammonia Table B21 حيث الـ Temperature T constant 20 cDZ، نستخرج الـ V2 Specific Volume اللي هي تساوي الـ VG Saturated Vapor ويساوي 0.14922 متر كيوبك بير كيلوغرام. نستخرج الـ Mass of Vapor المتبقية في التانك اللي هي M2 تساوي نقسم الفوليوم على specific volume بالنسبة للحالة الثانية ويساوي 1.011 كيلوغرام. المطلوب هو إيجاد الماس الفيبر المزالة من التانكي تساوي M1 minus M2 ويساوي M1 هي مثل total mass minus M فيبر الموجودة في التانكي يساوي 0.989 كيلوغرام اللي هي تمثل الماس للفيبر removed. السؤال الأول فرع B: Determine the work done for a piston cylinder contain 0.1 kg of nitrogen at 100 kPa and 27 cDZ that goes through a polytropic compression process with N equal 1.25 to a pressure of 250 kPa. المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد الشغل المنجز لبستن سلندر يتضمن 0.1 كيلوغرام من النيتروجين عند ضغط 100 كيلو باسكال ودرجة حرارة 27. العملية هي بوليتروبيك كومبريشن الـ N equal 1.25 إلى State 2 بريشر equal 250 كيلو باسكال. في البداية State 1 البريشر P1 equal 100 كيلو باسكال، التمبرتشر T1 نحولها لكلفن تصبح 300 كلفن. نستخرج الـ V1 باستخدام قانون العام للغازات V1 equal RT1 divided B1 ويساوي الـ R اللي هو constant للنيتروجين يساوي 0.2968 في 300 كلفن divided 100 كيلو باسكال ويساوي 0.89 متر كيوبك بير كيلوغرام. بالنسبة لـ State 2 معلوم عندي الـ pressure B2 equal 250 كيلو باسكال، نستخدم علاقة الـ polytropic B1 V1 أس N equal B2 V2 أس N ويساوي V2 equal B1 V1 أس N divided B2 الكل أس 1 divided N، وبالتعويض تصبح الـ specific volume في الحالة 2 تساوي 0.428 متر كيوبك بير كيلوغرام. نطبق قانون الورك الخاص بالبوليتروبك الورك between 1 إلى 2 يساوي integral 1 إلى 2 BDV ويساوي B2 V2 minus B1 V1 divided 1 minus N، وبتعويض الـ volume بدلالة الماس specific volume تصبح المعادلة M في B2 V2 minus B1 V1 divided 1 minus N، وبتعويض المعطيات الموجودة عندي في المعادلة ناتج الورك يساوي minus 7.16 كيلو جول. إشارة الماينس قلنا أنه الورك هو شغل المنجز على السيستم. السؤال الأول فرع C: Two tanks are connected by a valve with both containing air where first tank 1 متر كيوبك containing air at 10 cDZ and 350 kPa and the second tank containing 3 kg of air at 35 cDZ and 150 kPa. The valve is now opened and the entire system is allowed to reach thermal equilibrium with the surrounding which are at 20 cDZ. Find the volume of the second tank and the final equilibrium pressure of the air. المطلوب هو إيجاد الحجم التانكي الثاني وكذلك إيجاد الضغط النهائي للهواء في حالة التوازن.
لإيجاد الحجم للسكند تانك هو نعتبر الاير ايديال غاز. اللي انطبق قانون العام للغازات ال V2 equal M2 RT2 divided B2. ال M2 اللي هي معلومة 3 kg وال R.287 في temperature نحولها للكلفين تصبح 308 divided البرجر 150. فنستخرج ال V2 الحجم 1.77 متر كيوبك. بالنسبة للمطلب الثاني هو رائد الضغط في الحالة النهائية بعد التوازن. نستخرج الماس الأمون بالنسبة للفيرست تانك M1 equal B1 V1 divided RT1 ويساوي 4.3 kg. لإيجاد final equilibrium pressure طبق correlation B3 equal M1 plus M2. M1 تمثل الماس للأير داخل الفيرست تانك والM2 الماس للأير في السكند تانك في الR T3 اللي هي الR الكونستانت والT3 اللي هي معلومة 20 سيليزي divided V1 plus V2 والناتج يساوي 222 كيلو باسكال. السؤال الثاني فرع A: Determine the pressure should it be charged if 1.2 kg of carbon dioxide gas at 20 cc filled in cylinder tank 1 meter long with an inside diameter of 20 cm. المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد الضغط لتانكي مملوء بالكربون دايوكسيد المعلوم الوزن 1.2 kg عند درجة حرارة 20 ومنطينا بعرض سلندر تانك 1 متر طول والإنسايد دايمتر 20 سيم. معادة الحجم بالنسبة لحجم الاسطوانة يساوي V equal R square by H ويساوي by divided 4 D square H والناتج يساوي 0.0314 متر كيوبك الفوليوم للكربون دايوكسيد داخل السلندر تانك. وباستخدام قانون الايديال غاز BV equal MRT بالنسبة للR equal 0.1189 إذن الB يساوي MRT divided V وبتطبيق المعطيات إذن البرجر يساوي 2.1 ميجا باسكال. السؤال الثاني فرع B: Determine the final volume and the temperature through a constant pressure process gives 54 kg of workout of the air for a piston cylinder contain air at 600 كيلو باسكال 290 كلفين and a volume of 0.0 متر كيوبك. المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد الحجم النهائي ودرجة الحرارة خلال عملية كونستانت برجر والشغل المنجز معطاه هو 54 كيجي والضغط للهواء هو 600 كيلو باسكال 290 درجة الحرارة كلفين بالنسبة لستيت 1 والستيت 2 المعلوم من عندها هو فقط الحجم 0.01 متر كيوبك. بالنسبة للكورليشن الورك الخاصة بالكونستانت برجر يساوي work b v2 minus v1. الورك معلوم البرجر معلوم يعني كونستانت برجر وال v2 هو المطلوب إيجادها ال v1 معلوم فبتحويل ال v2 إلى الجهة الليفت فتصبح المعادلة v2 equal w divided b plus v1 ويساوي ال v2 0.1 متر كيوبك. المطلب الثاني هو إيجاد درجة الحرارة الفوليوم ودرجة الحرارة V1 divided V2 equal T1 divided T2 وال T2 تساوي 2900 كلفن.